السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. تحية لجميع المغاربة فين ما كانوا، داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم كان صراحة الجو سخون بزاف، فقررنا اننا نخرجوا للعروبية. كاين واحد البارك لهنا في يعني في البيمون تقريب الايكايا، فواحد البارك زوين بزاف. الناس اللي ساكنين هنا سواء في النواحي ديال تورينو او في نيكيلينو او لا في غرولياسكو، فهم كيعرفوا هذا البارك، يعني كيعرفوه مزيان. المهم خليكم معنا حتى الاخر، نشوفوا هذا البارك كيفاش داير، نشوفوا هذه الجوله كيفاش غدوز. وما تنسوناش من التعاليق تاعكم، واللي عجبته القناة ما يدخلش عندنا بواحد الاشتراك اذا لنا. وشكرا لكم بزاف، وبقاو معنا حتى الاخر. كيثير الانتباه هو ان هناك بزاف ديال الاراضي اللي فيها الذره. هاد الذره ماشي الذره ديال الشتاء، ولكن الذره مسقيه كيسقيوها. شي بلايص دزنا من حداهم فيهم الذره كبيره قربات انها دير الكبال، على غرار ان هاد البلاصه اللي كنصور فيها فهي ما مزروعاش مزيان، يعني متفاوته. كاين فيها شي ذره اللي كبيره يعني طويله، شي ذره قصيره، شي مازال يلاه جاي نايض. ولكن على العموم فهي يعني كتضيف واحد الطابع وواحد الجماليه لهاد البلاصه اللي يعني اللي كدوز منها، يعني زوينه صراحه ويستحق ان الواحد يمشي ليها. المهم بقاو معنا حتى الاخر، وما كيف ما قلت ما تنسوناش من اللايك 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 اللايك، هذا هو المهم. واللي خاصته اللي خاصو الكبال فما كاينش مشكل، نصدروا لكم الكبال غير امره وانا ننفذ. هذا هو المهم. بقاو معنا حتى الاخر وفرجه ممتعه. We'll be right back.
قويده قويده.